صباحكما. صباح الخير. صباح الخيرات. الله يسعدكم. يعني نبدأ وعدي ولمحة سريعة عن طبيعة هذا النشاط المجتمعي ومن هي الفئات المستهدفة والمناطق المستهدفة. يسعد صباحكم جميعا. بداية نشاط المجتمع اللي احنا بننفذه اليوم ضمن فعاليات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي اللي هو بكون فيها بشكل مستمر وبعدة أمور وبعدة اتجاهات. نشاط المجتمع هاي السنة كان نفذناه ضمن مناطق إجبارة والراس. إحنا ننظر في نشاطنا للمناطق المهمشة ونشوف احتياجات المجتمع المحلي خصوصا من النساء، نستهدف النساء شو بكون عندهم احتياجات لأمور هم برغبوها وإحنا بنكون على تنفيذها. كان هاي السنة قبل أسبوع إحنا بلشنا بدينا في النشاط اللي هو استهدفنا عملنا بحث احتياج في منطقة إجبارة والراس، وكان من متطلبات النساء في هذيك المناطق أنه كانوا بدهم إشي وعيهم عن أشياء في البداية عن أمور الميراث والعنف ضد المرأة، وبالإضافة إلى الاستخدام السليم للإنترنت. عينكم يعني إحنا في هاي الفترة أنه فيش حدا بخلاش، فيش بيت بخلاش من الإنترنت، وكيف الواحد أنه يحافظ على أولاده أنهم يستخدموا الاستخدام السليم للإنترنت. نعم. وعلى هذا الأساس إحنا اتفقنا بين المركز والمتطوعين، عندنا كادر متطوعين رائع ضمن كل التخصصات في الجامعات، كل مخرجين جامعات. بنقسم المتطوعين كلهم حسب اختصاصه ومهنته، بننسق الموضوع حسب شو كان متطلب في المجتمع وبنبلش الشغل في هذا الموضوع. نعم. بلشنا احنا في جبارة والراس، تنسقنا مع مدرسة الراس لانه فيها عدد اجهزة حاسوب يعني ممتاز، وكان في عنا مشاركين كثير يعني تقريبا حول 20 امرأة مشاركة. وبلشنا قسمنا هاي الأدوار على المتطوعين وبدينا معهم في موضوع اللي هو الاستخدام الحاسوب وأساسياته، ومن ثم إلى الاستخدام السليم للإنترنت. في أنه مرحلة قادمة في اليومين الجايين إحنا رايحين نبلش معهم في موضوع العنف والميراث. يعني أكيد في محاولة من أجل أن ينخرطنا في المجتمع والتطور الحاصل على المجتمع. إسراء، كمتطوعة في هذا النوع من المشاريع والمواضيع التي تستهدف النساء المهمشات في المناطق المهمشة بالتحديد، قديش بتشوفي أن هذا الفائدة انعكست عليك أنت كمتطوعة، إضافة إلى الفائدة اللي انتقلت وتم تبادلها من خلالك للنساء المشاركات في المشروع؟ أول شيء أسعد صباحكم. طبعا تم من خلالنا تنسيق كون إني معرفت في منطقة الكفريات منطقة الجبارة، إني بعرف إن هاي المنطقة مهمشة. تواصلنا مع امرأة نشطة مجتمعيا وحكينا معها ورتبنا معها بخصوص هذا النشاط. طبعا عكس هذا كتير على إشي على شخصيتي بالنسبة إلي، فتح علاقات يعني معرفت مؤسسات كثير بالتنسيق معهم لنتوصل لاحتياجات النساء اللي بحاجة للتطوير، وهم لحد الآن يعني حابين إن نطور الفكرة لأكثر من إنه يكون بس مجرد إنه تعليم للحاسوب، إنه يكون لمجرد إنه بس إعطاء ورش عمل. طب إسراء، لإيش شفت النساء والمجتمع هناك متعطش لشو؟ إيش بده احتياجاته الأبرز؟ حابين هم يكون عندهم مؤسسة نسوية جمعية، خاصة إنها منطقة جبارة كانت تعاني من جدار الفصل العنصر هناك. بالإضافة إنهم أطفالهم كمان بحاجة لإنه نكون بشكل أوسع موسع، إنه يكون نوفر لهم ألعاب خاصة فيهم، خاصة إنهم الألعاب اللي بيلعبوا هم لاحظنا إنهم ألعابهم عنف بما إنهم كانت المنطقة مغلقة عن طول كرم. يعني كيف بيمثلوا كيف الجندي كيف بقتل الشاب وهيك يعني معظم ألعابه هذا واقع الحياة اللي واقع كان الحياة عاش في تلك وما زالت. هم يعني من خلال بما ان احنا بنحكي عن تلفزيون الفجر هون، احنا بنطالب انه يكون كمان المؤسسات البقية التانيين انهم يتم التواصل معهم لتوفير ألعاب واحتياجات خاصة للأطفال. طيب عدي، الفكرة رائعة، تطويرها هل يبدو بالناحية يعني صعبة؟ يعني الموضوع يبدو أنه يتطور إلى الحاجة كاحتياج أبرز إلى وجود جمعية تستوعب كل المنطقة وخصوصا في منطقة جبارة والرأس. هل بالفعل يمكن تنفيذ مثل هذه الأفكار من خلالكم؟ خلينا أحكي لك في البداية، اسمع، الموضوع هو مش أنه القد سهل كان. يعني إحنا في البداية كان عندنا أكثر من منطقة يعني توجهنا لها، من ضمنها كانت عندنا منطقة كمان نزلة عيسى، توجهنا للنساء في هناك على أساس أنه نكون لهم جمعية نسوية اللي من خلالها ينفذ عدة نشاطات. وكان أنه يعني لأنه المجتمع مش القد كان متفاعل معنا وملكناش أنه قبول مجتمعي سواء من النساء أو المجتمع بشكل عام لهذا الموضوع. حاولنا أكثر من مرة لكن كانت الأمور صعبة شوي، ومن ثم انتقلنا لمرحلة ثانية، منطقة ثانية مهمة اللي هي منطقة إجبارة، وكان يعني قبول أكثر في المجتمع.
هيك دائما يعني مش دائما بنلاقي القبول في المجتمع، فاحنا لازم نتعامل مع درجات معينه. طب عدي، يعني انت بتتحدث عن نشاط مجتمعي لكن هو اساسه يقوم على تعزيز مفهوم التطوع لدى الشباب الفلسطيني، قديش مثل هذه المشاريع بتساهم ومن خلال مشاركتكم؟ يعني إسراء اليوم كمتطوعة وأنت منسق للمتطوعين، يعني قديش فينا إحنا ننهض بمفهوم التطوع في المجتمع الفلسطيني، خاصة في ظل يعني أنه أصبح مفهوم التطوع هو عبارة عن شيء لحظي لمناسبات معينة ومن ثم يذهب في سبات عميق، فكيف هذه المشاريع بالفعل أنتوا لمستوا إنها هي بتعزز مفهوم التطوع؟ حلو سؤالك، حلو. يعني طلع موضوع التطوع، التطوع بالعكس هو كثير إيجابي في المجتمع، وأنا هذا الحكي دائما بحكي للشباب بشكل عام سواء كانوا شباب أو صبايا، لأنه خليك أحكي لك عن تجربة صغيرة. يعني أنا لما بلشت خلصت مرحلة الثانوية وبلشت مرحلة الجامعة كنت اجتماعياتي تقريبا صفر، وانخرطت في مجال التطوع جمعية الهلال الأحمر ومن ثم عدة مؤسسات، من خلالها اكتسبت كثير مهارة شخصية، خبرات في عدة مجالات، كمان أني مهريت علاقتي الاجتماعية وصار عندي علاقات اجتماعية أكبر، صار عندي وعي أكثر حول عدة مواضيع، منها مواضيع في مجال الإعلام كان عندي، كان عندي في مجال هو معرفة أكثر مجال حقوق المرأة وهي الأمور، وبشجع أنه أنا أساعد وأساند المرأة في المجتمع أنه كيف أكون جنبها، لأنه جزء ضمن البيئات واللي إحنا مربيين فيها في ثقافة بتكون جزء مضطهد شوي للمرأة، فإحنا لازم نوعي هذا الشيء بيننا وبين كل الشباب أنه المرأة هي مساندة للرجل وهي مكملة، وفي نفس الوقت هي يعني محافظة على الأمن الغذائي في الأسرة وعندها كفاءة وقدرة يعني رائعة جدا. إحنا لازم نساندها في هذا الموضوع، مش أنه دائما إحنا نضطهد هذا الموضوع. يعني كثير كويس أنه إحنا دائما نكون لازمين وواعيين شو معنى أنه يكون الناس في هذا الموضوع. طب الدوافع اللي لإسراء السؤال موجه تعقيب على موضوع التطوع اللي دفعتك للانخراط في مثل هذه المجالات التطوعية؟ أنا بطبيعة الحال بحب أني أخدم المجتمع، حتى يعني أنه زي ما ذكر أنه بنزلت عيسى لما رحت من المؤسسة الجمعية، لما رحت على المدير على المديرية الداخلية فبحكي الأستاذ بهجة الجيوسي لما بدنا نأسس جمعية نسوي في نزلة عيسى، فبحكي لي أنت شو دخلك أنت من كفر الزباد، بحكي له لا كمان يعني نزلة عيسى بحساب بلدي يعني مسؤولية على كافة الشباب في هذه المناطق، يعني مش شرط أني أكون متحيز إن هاي بلدي ولا إشي، لا فلسطين كلها بعتبرها بلدي. وجميل جدا تعميم الفكرة على كافة المناطق في هذا الخصوص. وبالتأكيد رح أتحدث أيضا التعريج عن الفعاليات القادمة عدي، يعني هل سيكون هنالك عقد لفعاليات جديدة ربما أيضا بأشكال جديدة في أو خاصة بمركز الإرشاد، مركز المرأة الإرشاد القانوني والاجتماعي؟ صحيح أخت وفاء، إحنا رحين ضمن هاي الفترة بعشر الشهر رح يكون هو تاريخ أسبوع مناهضة العنف ضد المرأة، وإحنا غدا يوم السبت عندنا فعالية للمركز بالتعاون مع جمعية النجدة اللي هي مؤسسة قاعدية للمركز، رح يكون عندنا فعالية على مركز المدينة الساعة 12، هي فعالية بترسخ الفكرة اللي هي بتكون عن أسبوع مناهضة العنف ضد المرأة. طبعا الفعالية رح تكون على مستوى الوطن في عدة محافظات فروع المركز، بس ضمن كل مركز ضمن تاريخ معين، من بلش من بكرة حتى اللي هو 10 الشهر. فعاليتنا بندعو احنا الجميع للمشاركة فيها، رح يكون يعني هي كوقفة مش فترة مش طويلة، ورح يكون يعني انه نحكي فيها عن انه يكون قديش دور للمرأة وصمودها في الموضوع. وانت رائع عدي دوما في مساند للمرأة ومساند لنا في كافة البرامج حتى في طلة فجر دوما بإشراقتك الصباحية. يعني نشكر تواجدكم وإيانا في هذا البرنامج والأفكار والروح الرائعة وتعميم أفكاركم على بقية الشبان الفلسطينيين. منسق متطوعي مركز المرأة للإرشاد القانوني عدي طنيب، وكذلك أيضا إسراء القي متطوعة، شكرا لتواجدكم وإيانا في برنامج صباح الخير.